انا ما اشرب قهوه، ويجينا بعض الاخوه والاخوات احيانا الا تشرب عندنا ابداع يلزمون. فحصل لي موقف مره وكنا في المطل، في المطل الزلفي الله يحييك. اي فجاء علمت ان نكرم كل شيء زين راح كنا لنا 25 سنه. اي لا ما يمدي راح حسب اسوي. المهم انه واحد من الشباب الا تشرب القهوه، قلت والله انا ما اشرب. قال لا، معنا الدكتور فالح الصغير الله يذكره بالخير. الله. فلزم الا تشرب القهوه، مصر الرجل. في بعض الناس ما شاء الله يعني اعتبره كريم، هذا من الكرم. فاخذت الفنجان الاول وراح طبعا اخذ لفه ورجع اعطيته الفنجان الثاني والثالث، فقال لي ها شوف عجبتك القهوه انت، كنت ما تحب. قلت لا والله شوفها في الرمل. قال وشو؟ قلت والله في الرمل كبيتها. قال الدكتور فالح والله ما يعرف لهم هذول الا انت. يا اخي قال لك ما يشرب قهوه، ايش فيك انت؟ سبحان الله. فعاد انا ما ادري عاد كبت القهوه ان شاء الله ما يكون ناثم، بس قبل 25 سنه يعني ان شاء الله. برجع القاموس السلوم، ارجع يمكن صفحه 87 وردت فيه اذا كب في الفنجان ماذا يصنع؟ وعايض التفت عليك ترى. طيب